سويلم سكان قطاع غزة، بس كنت لمدة 18 عام بالإيجار، وبعد مدة يعني جيت أسكن في هذا البيت. وأنا والله بعاني كتير 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 من المطبخ، لا في قصارة لا في مجلة، لما أنا بدي أجلي بحط بضب جلي في لجن يعني في طشر. أنا بالنسبة للمطبخ عند المطبخ عدمان وفيش يعني، ولما بجلي لا مغسلة ولا إشي، بجلي على في المعون ولا في غاز ولا في بلاط ولا في مغاسل ولا في إشي، ووضعه تعبان بالمرة. فش عندنا لا حمام لا مي سخنة، ماسورة زي الناس فش مي سخنة متوفرة، ما فش، هي ماسورة واحدة لكل الدار. والله العظيم والله العظيم كنا فحرين جورة ورا الدار للصرف الصحي. بتمنى من أهل الخير إنهم يقفوا معانا ويساعدونا، وجزاهم الله ألف خير. أنا أخيراً بناشد أهل الخير اللي بقلبهم رحمة يطلعونا كبنت من بناتهم كواحدة من أهلهم، بس يوفروا لي لو مطبخ وحمام بس نعيش حياة كريمة زي باقي الأسر. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. كن يا أمير المساعي واماح الناس حبك، بيض الله قلبك بيض الله قلبك، كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك، بيض الله قلبك بيض الله قلبك. واجعل الأجر كسبك، سهل الله دربك سهل الله دربك، كل معروف خير ربما يمحو ذنبك، سهل الله دربك سهل الله دربك. شكرا لأمة واحدة والداعمين في سماش برجر، وجزاهم الله كل خير على ما قدموا، إن شاء الله بميزان حسناتهم. كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك، بيض الله قلبك بيض الله قلبك. إن شاء الله زي ما إحنا قدموا لنا ورسموا البسمة على شفانا يقدموا لنا ناس تانيين، لأنه في ناس زينا كتير يعني في قطاع غزة، وضعها الاقتصادي ما بيساعدهاش إنها يعني تعمل، يعني بارك الله فيهم في ميزان حسناتهم. روي ثغر الحياة واهدي للناس قربك، سهل الله دربك سهل الله دربك، بالهدى في صلاتي والعطاء من حياتي. نشكر أمة واحدة في جهودها المباركة في أعمار غزة، وإن شاء الله دائما يا رب يتفقدونا ويتفقدوا الناس اللي زي وضعنا.